سمية الخشاب ترفض الظهور مع أزواجها على السوشيال ميديا. أخفت هويتهم تماماً عن الجمهور وفضلت التكتم على حياتها الشخصية. الزوج الأول كان شاباً خارج الوسط الفني، تزوجته في عمر 23 وانفصلت عنه لرفضه عملها بالفن. الزيجة الثانية كانت من رجل أعمال عربي شهير، اتفقت معه عدم الكشف عن هويته لوسائل الإعلام. تجربة الزواج الثالثة كانت صادمة لسمية الخشاب، وانفصلت بعد فترة قصيرة جداً ورفضت الكشف عن هويته أو سبب الانفصال. إسكندرية شهدت لقاء سمية الخشاب بزوجها الرابع، كشفت أنه يعمل طياراً ولا يحب الشهرة. أعلنت زواجها من أحمد سعد بعدما فضحت ريم البارودي علاقتهما.